أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم محمد، مصري ومقيم بالرياض، يقول: ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة؟ هل نضيف الآل والصحب عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ أما في التشهد الأخير فيجب أن يؤتى بالآل والصحب، أن يؤتى بالآل، يؤتى بالآل، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوها في الصلاة. أما في غير الصلاة فلا يجب أن يأتي بالآل ولا بالأصحاب، لو اقتصر على قول صلى الله عليه وسلم لكفى، وإذا قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فهذا حسن أيضا، لكنه ليس بواجب. نعم.